مشاهدينا، ومرحب بكل الناس اللي انضمت لي متابعة هذه الفقرة، فقرة مهمة جدا كوننا اليوم بنتكلم عن فلذات أكبادنا، عن أطفالنا وحبايبنا اللي حيبنوا المستقبل أكيد. ولتأكيد ضرورة الاهتمام بهم اليوم سيكون معنا دكتور إبراهيم حسن للحديث عن الخوف عند الأطفال وما هي أسبابه. هل بسبب فيلم رعب وهم صغار زي ما حصل لي زمان، ولا عشان حاجات كثيرة ممكن تخليهم في عمر متقدم تبقى عندهم مشاكل وعقد نفسية؟ حنتعرف أكثر مع الاختصاصي في علم النفس دكتور إبراهيم. صباح الخير عليك. صباح النور عليك وعلى كل الشعب السوداني، على الآباء والأمهات خصوصا، لأنه الموضوع بيخصهم شديد. أيوة أكيد. بداية عاوزين نتعرف على سبب الخوف. طيب الخوف هو حالة بيشعر بها أي إنسان في حياته، بيتعرض لموقف معين بيخليه بعد ذاك يحصل لنا خوف. الأسباب بتاعت الخوف هي كثيرة، ممكن تكون أسباب طبيعية وأسباب غير طبيعية. الأسباب الطبيعية بتبقى في أنه الإنسان ده هو تعرض لموقف طبيعي من خلال التنشئة الاجتماعية من البيت كده، فبيبقى شنو خايف من الحاجة دي. الغير طبيعي اللي هو بيحصل لنا منه أو هو الإنسان ده تعرض لموقف أو خاف من حيوان، من صح، في فوبيا زي دي بالضبط كده، أو خاف مثلا من المستقبل، أو خاف من إنه المستقبل حيكون عامل كيف، فبيبقى هنا خوف غير طبيعي. ممكن بعد ذلك تحصل تدخلات. فرق الخوف من الرهاب شنو؟ طيب الخوف زي ما قلت لك قبل شيء إنه خوف من حدث حصل لك. الرهاب بيظهر لنا من بيظهر لنا في إنه حاجة طبيعية بتحصل لأي زول، ممكن ما يخاف منها، ممكن باقي الناس ما تخاف منها، لكن هو هنا يعني بيترعب شديد منها. أيوه. مرعوب، بيقول لك والله يا أخي أنا الحاجة دي كان شفتها خلاص. أيوه. ما حقدر أقابلها. مثلا جزء من الحيوانات الأليفة نحن بيخاف منها، إذا الكديسة مثلا بيخاف منها خوف بسيط، لكن في زول بيخاف منها خوف لما يطير السقف. يطير السقف لو شاف الكديسة هنا ممكن عادي يعني خارج من الحتة اللي هو قاعد فيها. بالضبط كده، كنت زول طول بعرض كده يا أخوانا قدير من الكديسة. بالضبط كده. بعد ذاك الرهاب ذاته بيبقى لنا في انه مثلا زول بيخاف من حتات عاليه. الطبيعي في ناس يعني يقول لك والله انا الحته دي ممكن اطلعها مغمض، لكن في زول تقول له اطلع هنا، ممكن تقول له امشي ميل يمشي ما عنده مشكله، لكن يطلع حته عاليه صعب جدا. جميل. ايوه. طيب بالنسبه للخوف، هل هو شيء ايجابي او سلبي؟ متين بيبقى ايجابي ومتين بيبقى سلبي؟ طيب الخوف الإيجابي دائما بيكون في اتجاه العمل، مثلا أنا مقلق أو خايف إنه أنا ما أنجح في عملي أو قرايتي أو الحاجة اللي أنا بعمل فيها، ده خوف إيجابي بيديني دافع لأنه أنا أطور نفسي وأقدم أحسن ما عندي. لكن بيبقى خوف ما طبيعي في حالة إنك أنت الخوف ده يعطلك من ممارسة حياتك بطريقة طبيعية شديد وبطريقة ممتازة، وبيخليك إنك أنت طوالي في حالة بتعد ما دار أعمل الحاجة دي لأنه أنا خايف أفشل، ما دار أعمل الحاجة دي لأ أنا حيقول علي جبان، أنا حيقول علي خواف. التفاصيل دي بتخليني بعد ذلك شنو أنا ما قادر أمارس حياتي طبيعي. في بقى هنا الخوف، لكن الحتة الثانية بتاعت إنه إيجابي في إنه يطورني يديني حافز لأنه أنا أقدم أحسن ما عندي. أسلوب يمكن الأمهات بشكل أكبر من الآباء في تعليم الأبناء أو منعهم من سلوكيات معينة بيجي واحدة من أدواته موضوع التخويف. أيوه. أخوفك هسه طبعا بسبب الموبايل والتكنولوجيا بقى التخويف ذاته بتقنيات، يعني عندنا الأبليكيشن بتاع الشرطي تولع عليه المشكلة. تبقى القصة بتاعت انه خلاص الشرطة حيجي ويقبضك وحيوديك السجن، او الدكتور حيجي يديك الحقنة. طبعا دي معروفة يعني كلنا مرينا بالتجربة بتاعت الحقنة دي لما سكت ولا دكتور الاسنان. ايوه صح. فاليات ومدى الموضوع ده ممكن يكبر مع الطفل ويأثر على حياته القدام شديد، يبقى عنده حالة نفسية. طبعا التوبيخ والاساليب اللي احنا بنستخدمها في التربية بتاعتنا السالبة، احنا بنقول عليها هي سالبة، هي تدينا نتائج سلبية شديد في حياة الإنسان وفي شخصية الإنسان.
فالطفل ده من هو صغير زي ما نحن عادة بنقول إذا نحن ربينا عليه إنه هو يخاف حيطلع لنا طبعا جمال جدا جدا، لأنه نحن من صغير بنسمع كلمات هي مضرة شديد. أنت جمال، أنت خواف، ما تعمل كده، ولو عملت كده أنا حجيب لك البوليس، أنا حجيب لك الحكم زي ما قلت قبل شوية. فهي دي بتزرع جواه خوف اتجاه الحاجات دي كلها، فلما يكبر يلقى انه الحاجه دي طبيعي، يمكن انا اتعامل مع بتاع البوليس عادي بدون خوف، ممكن اتعامل مع الحكم بدون خوف. ليه طيب زمان بيقولوا ليه كده؟ فالفكره في انك انت من صغير بيرسخوا فيك المفاهيم دي، بيزرعوها جواك، فبتنتج لنا شخصيه هشه معرضه لاي خوف ممكن يتعرض له في المجتمع برا او في حياته عموما. فان شاء الله يعني الاباء والامهات يركزوا على الفكره دي تماما، وما يخلوا ابنائهم يعني يتعرضوا للتفاصيل دي بطريقه يعني مخيفه تخليهم بعد ذلك تنتج لنا شخصيه هشه، شخصيه يعني جبانه بتخاف من اقل التفاصيل. هم ذاتهم بيقول لي يا جبان يا خواف يا بالضبط كده يعني والله. الخطاب الموجود في يعني ممكن يكون من اخوانه الاكبر منه، ايوه يمكن يكون هو طفل شوية مسالم، طبيعته مختلفة عن أخوانه التانين، تلقى أخوانه التانين يتنمروا عليه قبل ما يطلع كمان للدراسة. صح، المقارنة بين الأطفال خطأ كبير. ليه؟ لأنه الأطفال دل في النهاية تشكيلتهم واحدة، إذا نحن ربيناهم تربية صحيحة بيطلعوا لنا زي ما إحنا عايزين، وإذا ربيناهم تربية سالبة فبيطلعوا زي ما إحنا ما عايزين مثلا. فالفكرة بتاعت المقارنة دي خطأ كبير، ما نقارن بين أبنائنا النهائي، لأنه أي إنسان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيخلقه بصفات وبمهارات بيديها له، بعد ذلك إحنا بننميها، بننميها بأنه نشجعه في الحاجات الإيجابية، والحاجات السلبية نحاول بالتدريج نخليه يتخلص منها. لكن لما نقعد نشتغل على الطفل بأنه هو أفضل في زول أحسن منه، هو جبان، هو بيخاف، فبيتزرع جواه عدم ثقة بالنفس، فبيبقى إنسان مهزوز تماما، ما قادر يتخذ قراره، بيخاف من أي شيء، أي شيء يتعرض له في حياته بيبقى بالنسبة له خوف في حياته. حيكون طبعا في مساحة للجمهور والمشاهدين لأي استفسارات أو أسئلة ممكن توجهها لدكتور إبراهيم حسن. الرقم في الشاشة موجود، وحريصين طبعا أنه نسمع صوتكم الليلة في صباحات سودانية. برضو لحد ما يجينا اتصال يا دكتور، يعني التمتمة لها برضو يعني ممكن تكون ناتج من نتائج الخوف في الصغر؟ طبعا الطفل مما هو صغير إذا تعرض لكب، إذا تعرض لأساليب تربوية خاطئة اللي هي تبقى لنا في أنه نحن بنديه رسائل غلط، ما تعمل كده، ما تتكلم قدام الناس الكبار، ما تمشي تقعد مع الناس الكبار، اطلع من الحته اللي انت قاعد فيها دي مثلا، اذا جو ضيوف اطلع برا. فالحاجه دي ممكن تنتج لنا التمتمه اللي هي بتظهر في شنو، هو دار يعبر عن الحاجه اللي جواه، لكن خايف حاصل له كب، فقدر ما يحاول يعبر بيسمع او بيجيه الصوت بتاع انه انا لو تكلمت امي حتقول لي انت بليد، انت متخلف، ابوي حيقول لي انت غبي، انت حمار، فبتتردد جواه الاسئله دي. فبيبقى عشان هو يتكلم ويكسر الحاجز فبيقوم شنو بيحصل له صراع، الصراع ده بينتج لنا انه الشخصيه دي ما قدرت يعني تعبر عن نفسها بطريقه كويسه، ممكن بعد ذلك تظهر لنا في التمتمه، في الكلام المقطع، في النهايه ممكن نوصل الفكره بطريقه ما موزونه او بطريقه ما بالطريقه اللي هو عايزها. فبيبقى انه الاساليب اللي هو تعرض لها دي بتنتج لنا التمتمه تماما، من خلال الضغط اللي تعرض له، من خلال الكبت اللي تعرض له. كلنا ممكن يا دكتور نكون في تربيتنا أو تعاملاتنا بشكل عام الاجتماعية ممكن نكون ما متفهمين لأطفالنا، ما واصلين للوعي الكبير اللي هسه نحن بنتكلم عنه في مسألة خطورة تخويف الطفل. يمكن الوحدة بتكون ماشى على أهلها في أسلوب التربية. لو جينا تكلمنا عن مدى يعني احتمالية معالجة هذا الأمر، معالجة تأثير الخوف على طفل معين من أطفالنا، الموضوع مشى معه بعيد، مشى لحالات بتاعت
خوف ويعني اضطرابات نفسية وغيره من الأشياء اللي ممكن تأثر. ممكن أعالج طفلي كيف إذا أنا أدركت إنه أنا واحدة من الأسباب اللي خلته يوصل للمرحلة دي؟ كيف أنا ممكن أحتويه وأعالجه وأشيل منه الخوف ده؟ طيب الخوف بيبدأ علاجه على حسب نوع الخوف ذاته هو متعرض له أو المشكلة اللي هو يتعرض لها. نحن عموما في العلاجات عموما اللي هي الخوف بنقول عليه هو سلوك. طيب السلوك ده عشان يتعالج يحتاج لعملية بتاع تدريج أو مرحلة يتمرحل لحد ما نتخلص من الخوف تماما. لكن بالمقابل الحاجة السالبة اللي هي السلوك السالب اللي نحن نتكلم عنه الخوف ده لازم ندعمه بسلوك إيجابي يدعم لنا الفكرة بتاعة الخوف وخلينا إنه إحنا نرجع لأفضل وأحسن. الأم لازم تكون حريصة في إنه تشوف الأساليب اللي هي تبعتها في تربية الطفل وأنتجت المشكلة الأساسية بتاعة الخوف. تمام. بعد ذلك بيخلينا إنه إحنا نعالج الأساليب دي بأساليب تانية. عموما الأطفال في حياتهم بيحتاجوا للحنان، بيحتاجوا للود، بيحتاجوا للعطف، بيحتاجوا لإنه يعني يحتووهم. فإذا ما لقوا الحتة دي وبيحتاجوا لإنه إحنا مشاكلنا كآباء وأمهات. دكتور معلش أنا يعني حضطر أقطعك لأنه في اتصال جاينا من أحدهم في الجزيرة، في ولاية الجزيرة، وإنت اللي حتستلم الاتصال. يونس بابكر، صباح الخير يا يونس. صباح النور، الله يديك العافية إن شاء الله. كيف الأخبار؟ الله يديك العافية، الله يخليك عشان تكسب زمنك. معك دكتور إبراهيم. يا دكتور إبراهيم إزيك؟ مرحبا بك ان شاء الله. تمام، مرحبا بك يا يونس. الله يخليك يا اخي، نورتنا والله ونورتنا كثير يا اخي. الله يخليك يا رب. الله يخليك. انا بس داير اسال عن انه يا اخي الطفل بعد ما هو اصلا خلاص حصلت له الحاجه اللي هي التلطمه دي، هل في علاج للحاجه دي؟ هل هي شنو؟ علاج، هل في علاج؟ نعم في علاج للتمتمه. بمرحله ان احنا في العلاج النفسي اللي هو الفكره بتاعت العلاج السلوكي المعرفي بتشيل الفكره الاساسيه اللي ادت للتمتمه وبتدخل بدلها فكره ايجابيه بتدعم العمليه بتاعت ازاحه تماما للفكره السلبيه اللي تربى عليها، وبعد ذاك بترفع ثقته بنفسه. في اساليب برضه بنتعامل بها نحن كاخصائيين نفسيين في انه بنطور ثقته بنفسه وبندعمه على اساس انه يكون عنده ثقه في نفسه ويعبر عن نفسه بطريقه كويسه شديد. شكرا شكرا يونس. ويمكن هنا يا دكتور ما مشينا بعيد من المحور بتاعنا بتاع التمتمه والعلاج، يعني الاهالي كلهم يمكن ده حيكون مطلبهم الاساسي من خلال هذه الحلقه، ما علاج الخوف لدى الاطفال؟ نكمل محورنا. اوكي، علاج الخوف عند الاطفال في اساليب احنا بنستخدمها كاخصائيين نفسيين، لكن في وقايه بتبدا من البيت. اول حاجه شرط اساسي انه عشان ما نخلي الطفل ذاته يجينا ويتعالج عندنا، نحن نعمل له وقايه من عندنا كاباء وامهات، بانه اول حاجه ما نعرضه لمشاكل اللي بتحصل. الام والاب بيتضاروا في البيت، بيتشاكلوا ويسمعوا اي حاجه بتحصل فممكن تاثر عليه وتنتج لنا خوف، بانه البيت ما امن، البيئه اللي هو قاعد فيها ما امنه، كلها مشاكل، كلها مشاكل. مشاكلنا دي نحاول نحلها بعيد منه. واحد، دي وقايه. اثنين، نتعامل مع الطفل على حسب شخصيته، على حسب احتياجاته، نوفرها له، نخليه يحس بالامان مننا نحن كاباء وامهات، ونديه امان لانه يتعامل مع المجتمع، ونهيئه لانه هو يتعامل مع مشاكله كيف؟ من خلال الأساليب التربوية اللي نحن بنعرضها عليه أو بنطبقها فيه. الحاجة الأساسية عملية بتاع التربية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع. بعد ما إحنا الطفل ده هيأناه بأنه هو حيندمج في المجتمع وحيخش في المجتمع ويتعامل معه، بالمقابل المدرسة لازم يكون عندها دور في التربية برضو، بأنه تقوي ثقة بنفسه، تديه المهارات اللي بتخليه بعد ذلك يقدر يتعامل مع المجتمع من حواليهم. نشجع أطفالنا بأنه هم يكونوا يعني مندمجين في المجتمع مع أصحابهم ولصيقين بهم ولصيقين بآباء وأمهاتهم اللي هم واعين تماما بالتربية الصحيحة السليمة اللي بتخلينا بعد ذلك تدينا إنسان كويس جدا يقدر يقدم لمجتمعه ويقدم لنفسه. ناخذ برضو مكالمة من دكتور عبد الحي. هو دكتور أكاديمي
صباح الخير يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة. دكتور عبد الرحيم مصطفى. أهلا بك دكتور عبد الرحيم. يلا بسأل أنا دكتور عندي ولدي بيخاف من الظلام خوف مرضي، فكيف أتعامل معه يعني؟ الخوف المرضي من الظلام. شكرا شكرا يا دكتور. عموما بيخاف من الظلام من خلال التجربة السابقة اللي نحن تعرضنا لها في التربية بتاعتنا، فيبقى عشان نحن نعالج الحاجة دي بندرج الإنسان في إنه هو يطلع من الخوف المتعرض له ده بإنه نعرضه للظلام بالتدريج. يبدأ بإنه نحن ندخله في غرفة مظلمة ظلام بسيط ونخليه يطلع، بعد شوية نخليه يخش ذاته للظلام ذاته وبراو يتعامل معاه، هتحصل كمية من الانفعالات والحاجات، لكن برضو دي حاجة إيجابية بتخليه يتغلب على الخوف الجواه وتكسر الحاجز لحد ما يصل لمرحلة إنه هو يكون قاعد في حتة مظلمة براو ويتخلص منه تماما. لكن الحاجة دي عايزة وعي كامل من الأب والأم بإنه الطفل اللي بيخاف من الظلام أكيد في حادثة هي حصلت له وخلته إنه هو يخاف من الظلام، أثرت عليه ونتجت عنها المشكلة، فبيبقى نحن وعينا بالمشكلة اللي هو تعرض لها بنقدر نحلها بطريقة كويسة شديد. جميل جميل يا دكتور. برضو نحن حريصين ناخد اتصال آخر منكم وأرقامنا عبر الشاشة. دكتور يعني ختاما، هل ممكن يعني يكون تأثير الخوف طيب في اتصال هنا من أحمد من مدني. مرحبا يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أهلا وسهلا. رحب دكتور ورحب بكم أنت إن شاء الله في 24. تفضل. الحقيقة عندي سؤال بسيط. أنا عندي طفل عمره 7 سنوات، فعنده مشكلة لأن يشوف أي اثنين من يعني قدر ولا أكبر منه بيشاكل وطوالي بيحصل لك كده حاجة بتاعت الفيديو بيجنني بيبكي وهنا بتوتر فيه. معليش ممكن تاني تعيد الحالة؟ فما عارف هل دي مشكلة مثلا طبية ولا مشكلة نفسية ما. سمعت يا دكتور؟ هو بقول إنه إذا في اثنين يتشاكلوا يتوتر. إذا سمعته صح. ممكن تعيد تاني معليش يا أحمد؟ عمره 7 سنوات. أيوة. فلما نشوف اثنين من أقرانه دي أكبر منه ولا في المدرسة يتشاكلوا مع بعض بيحصل له خوف كده وبيبكي وبيتوتر كده، يعني هو ما بقول عنده على أغلب المشكلة. فبتفرج مثلا في المشكلة لكن بيخاف كده وبيتوتر. طيب عموما الانسان لما يتعرض لموقف هو مشابه للمواقف اللي مرت به في تفاصيل حياته المر بها في حياته، فاكيد بيحصل منه ردة فعل او انفعال اتجاه الموقف، فاكيد الطفل ده هو في مراحل اولى في حياته يتعرض لنفس الموقف او شاف ناس بتشاكلوا او في جوطة او كده، خصوصا انه الاطفال في المراحل الاولى من حياتهم المرحلة الأولى السنوات الأولى السنة الأولى والثانية بيكون حساس جدا اتجاه الصوت العالي والكواريك والجوطة، فردة الفعل طبيعية اتجاه الحاجة دي إذا كان هو ما قدر يتعامل مع الحاجة دي. لكن إذا بقت المشكلة بتواجهه يوميا كل ما اثنين يتشاكلوا وتبقى ردة فعله إنه هو ما قادر يتعامل مع الموقف، بيبقى هنا دي حالة مرضية محتاجة تدخل عشان بعدك ما يدينا اضطراب نفسي او مشكله نفسيه بتخليه ما قادر يتعامل مع كل المجتمع مشاكل المجتمع اللي بتمر عليه. نعم جميل. طيب يا دكتور كيف انا ممكن اعزز الثقه عند طفلي يعني ما يكون كمان شخصيه هشه؟ يعني في اطفال هم بطبيعتهم حساسين، ممكن موقف بسيط جدا يكون اثر على حياته كلها لانه هو بس كائن حساس يعني، فكيف انا ممكن اخليه بنفس الجمال والحساسيه واللطافه والرومانسيه الموجوده عنده في طبيعته، لكن برغم ده يكون برضه شخصيته قويه يعني تكون في وزنه، لانه مرات بيكون في اطفال هم همجيين متنمرين لكن من جوا برضه هشين يعني ما عندهم ثقه في نفسهم. ايوه طبعا. الاتزان اللي بنحتاج له في تربيتنا بانه نحن نفهم الانسان اللي احنا يعني بنربي فيه ده وتفاصيله من المراحل اللي بنمر بها. عموما احنا بنصنف الانسان لثلاث مراحل اساسيه، او الطفل مما يتولد لثلاث مراحل اساسيه. جميل. الثلاث مراحل لو يلاقي فيها الاحتواء والتربيه السليمه
بيمشي لقدام بطريقه ممتازه. اذا ما لقى فيها الاحتواء والتربيه بطريقه كويسه ما بيمشي لقدام بطريقه كويسه، وبالعكس ممكن يديني شخصيه هشه ومعرضه لكميه من المشاكل. ثلاثه مراحل من عمر العمر الاولي اللي هو اليوم اللي اتولد فيه لخمس سنين، ومن ست سنين لعشر سنين، ومن عشر سنين او 12 سنه ل 18 سنه. كلها عباره عن مراحل بيحتاج فيها لاحتياجات كثيره جدا جدا احنا نوفرها اليوم. المراحل الاولى بيحتاج لحنان وعطف، وبيحتاج لانه الناس يعني تحتويه تحسسه بانه هو موجود في الحياه، ووفروا له احتياجاته النفسيه زائد البيولوجيه اللي بيحتاج لها. المرحله الثانيه مرحله بتاعت انه احنا بعد ذاك نشتغل على انه ندخل فيه المفاهيم اللي احنا عايزين نشوفها او الصفات القيم دارين نشوفها لقدام في شخصيته. المرحلة الثالثة مرحلة بتاعت المراهقة، اللي هي المرحلة اللي بيحتاج في انه احنا نكون قريبين منه شديد لصقين به اذا كان امه ولا ابوه، ونقدر نخلصه من المشاكل اللي بتعرض لها في المرحلة دي، ونكون يعني اصحاب اكثر من انه احنا اباء او امهات، عشان يقدر يلقى الامان ويجي يحكي لنا اي موقف بيحصل له مر عليه في المجتمع الخارجي بعيدا عن الاسرة. عموما لازم في المراحل دي كلها نكون احنا ناس صادقين في تعاملنا معه. واحد اثنين، لازم نديه الامان. الامان اذا توجد من الاب والام بيكون ثقته في نفسه عاليه شديد، بيقدر يتحاور مع الاسره بطريقه ممتازه، وبيقدر يتخطى كل المشاكل يعني بتمر عليهم. فالامان مهم شديد في تعاملنا مع اطفالنا. ما يصلحه الاباء احيانا تهدمه المدارس يعني، او بعض المعلمين. سلوكيات يمكن واضحة في كثير من المدارس بيكون المعلم أو الرمزية له هي الصوت بالضبط اللي بيضربوا به، يعني أكرمكم الله الحمار. هل دي التربية الصحيحة أن احنا ممكن نعتمد بها على جيل الآن تترجم يمكن حالات له كثيرة بالكبت، جيل مكبوت، جيل مريض نفسيا، جيل ممكن تلقاه شخصيته قوية جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لما تجي تتواصل معه ما في اي كونتاكت، يعني ما قاعدين نعرف نعاين لبعض، ما بنعرف نسلم على بعض، ما بنعرف نرد على بعض. تعاملات الإنسانية بشكل عام عندنا فيها احساس بالعبء اكثر. بالضبط كده. ده تفسيره شنو يا دكتور؟ ليه يعني بعض الأساتذة بيعملوا كده في اطفالنا؟ يعني ممكن تلقي الطفل في بيته جدا اهله مدلعينه، متعاملين معه بطريقه انسانيه، بيحترموه جدا، لكن بيجي يخش المدرسه تحصل معه مآسي كثيره، بتضرب زيه زي اي بهيم يعني. بالضبط كده. في مقوله مشهوره بتقال انه الانسان ابن بيئته. اذا المعلم ده هو نشا في بيئه مضطربه وفيها مشاكل، فهتنعكس على سلوكه وتعامله مع التلاميذ اللي هو بيعمل على تربيتهم وتنشئتهم. فالحته بتاعت الصوت ده انا واحد من الناس ضدها تماما. الانسان ما المفروض يتربى بانه يتضرب في مراحل معينه، يتربى بالفكر بالفهم بالتعامل معاه ونقدر نحل مشاكله. للاسف في بعض المعلمين هم يعني دورهم في العمليه التربويه التعليميه، يعني احنا لما نجي نقول المؤسسه التعليميه هي تربيه وتعليم. التربيه في الاول حتى تعليم. للاسف هم دورهم بيكون مايل على التعليم اكثر من التربيه. تلقين ممكن فقط مثلاً. ايوه، فبيبقى بعد ذاك اقل رده فعل تحصل من الطالب، ممكن تستفزه وتخليه بعد ذاك يتصرف معه تصرف زي ما قلت بالصوت. والاساءه اللفظيه بالضبط. نعم. وللاسف دي بتدينا نتائج مدمرة تماما لشخصية الإنسان. ممكن زي ما قلتي الأسرة قائمة بدورها بطريقة كويسة، لكن المدرسة ممكن تهدم كل اللي قامت به الأسرة. وبالعكس ممكن المدرسة تكون قائمة بدورها بطريقة كويسة، الأسرة تهدم كل اللي قامت به المدرسة. في سير ذاتية كثيرة يا دكتور، يعني يمكن في قصة لأحد يعني المشاهير ما مذكر، هو تقريبا دكتور جراح في أمريكا أو في واحدة من الدول الأوروبية. كان طفل لا يملك قوت يومه، ما لابس كويس، تعبان، كانوا الناس كلها بتضحك عليه، الزملاء وحتى الأستاذة. بعلم استوعبت إنه والدته ماتت، بقت تشجعه كثير، وفي النهاية بقى من أبرز الشخصيات العلمية المؤثرة جدا. بالضبط. وكان أول دفعته في الجامعة ودرس طب. يعني قدر شنو ممكن المعلم يكون أب
مش أول، لا يكون يعني أب أساسي في حياة الطالب. أكيد دور المعلم كبير، بالمقابل دور الآباء والأمهات برضو كبير. فبالناشد وبنقول دائما إنه العملية التربوية بتكون مشتركة بين المدرسة والبيت. لازم يكون في تفاهم بين الأسرة وأسرة المدرسة اللي بيقرأ فيها ابنهم أو بنتهم، فبيبقى عشان ما يحصل العملية بتاعت التقاطعات. الأسرة هناك بتربي بشكل والمدرسة تيجي تربي بشكل مختلف، المدرسة تربي بشكل، الأسرة تيجي تربي بشكل مختلف. ففي الآخر الضحية بكون الابن ده أو البنت. فلازم يكون في تحاور، في مشاركة بين الأهل وبين المدرسة في العملية التربوية. التعليم ده ما بعد ذلك بيمشي، لكن التربية لازم نحن نكون حريصين جدا في انه نحن نقعد مع بعض ونخط خطط لانه نحن كيف نربي ابنائنا وبناتنا من خلال البيت والمدرسه. لانه عمليه تكامليه، اذا انا هنا قصرت المدرسه ممكن تكمل، اذا المدرسه قصرت البيت هنا يكمل، لكن اذا بقينا اي واحد شايف في اتجاه فبيبقى بعد ذلك بدينا نتيجة عكسية. لازم يكون في تكامل وفي تناسق. بالضبط. أنا بشكرك دكتور إبراهيم حسن، اختصاصي في علم النفس، على هذه المحاور التي تدرجنا لها بما يخص الطفل ومحاربة الخوف أو مكافحة الخوف أو ممكن معالجة الخوف، خلينا نكون أفضل من المحاربة وما دارين كلمة الحرب دي إن شاء الله هنا في السودان. بحرية، سلام وعدالة. أنا بشكرك جدا يا دكتور. يديك الصحة والعافية، وأنا سعيد جدا على أنه طلعت برشاشة السودانية 24، وبتمنى أنه المجتمع السوداني يكون يعني استفاد من الإطلالة البسيطة دي يا رب، وأتمنى أنه يستوعبوا الفكرة بطريقة كويسة ويقدروا يربوا أجيال تقدر تساعد في تنمية السودان، السودان اللي نحن عايزين نشوفه لقدام، وهم طبعا الأساس في أنه يبنوا السودان لقدام. ف حرية، سلام وعدالة. أكيد، شكرا يا دكتور.